السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا الفتنة. من أعظم الأمراض اللي بتضيع إيمان العبد فتنة بتصيب قلبه ونفسه، وهي فتنة الحسد. الحسد معناه إن أنت تتمنى زوال النعمة من الغير، وبعدين تقول ليك مرة أخرى. وفي لون أسوأ وأبشع من الحسد، إن الإنسان يتمنى زوال النعمة عن غيره حتى لو مش هترجع له. ده بيسموه الحسد الإبليسي والعياذ بالله. الحسد ضرير الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: لا يجتمع في قلب العبد الإيمان والحسد. وهو كلام بليغ فعلا. إزاي بيجتمع الإيمان؟ إزاي الواحد يكون مؤمن بمعنى معترف إن ربنا سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق والنعم، وفي نفس الوقت تتمنى إنه تزول عطية ربنا سبحانه وتعالى لواحد من عباده؟ هل أنت رب ولا أنت عبد مخلوق؟ وحتى أحيانا الإنسان بيقعد يحسد ويحسد ويحسد لغاية ما يصير الحسد بالنسبة له طبع، فما يلاقيش حد يحسده فيحسد نفسه والعياذ بالله. كان أحد التابعين وهو محمد بن سيرين يقول: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو سوف يصير إلى النار في الآخرة. الحسد كله ممقوت يا جماعة، لأنه غالبا لا يصرف إلا إلى الشر البغيض وعلى الدنيا المذمومة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. يا ترى إيه هي أسباب الحسد؟ ليه الناس تتحاسد؟ عشان نبدأ نشرح هذه الفتنة العظيمة. من ضمن أسباب الحسد معنى بيسميه العلماء التعزز. يعني إيه التعزز؟ إن أنا أكره إن حد تاني يظلمني أو يتكبر علي، نفسي ما تسمحش إن حد يتكبر علي، فأبدأ أتمنى إنه تزول النعمة عن الغير. ومن ضمن أسباب الحسد الكبر، إن الواحد يكون متكبر على الناس. ومن ضمن أسباب الحسد الخوف من فوات بعض المقاصد. يعني إيه؟ يعني لما أكون أنا وحد غيري، قريني، صاحب ليا، زميل، إحنا الاتنين هنتزاحم على نفس المقصود. كل واحد فينا بيحسد التاني، بيحسد صاحبه على نفس النعمة، لأنه أنا في النهاية عايز أنفرد بهذا المقصود. والحسد ده من جنسه تحاسد الضارات في الزوج. لما يكون الرجل متزوج أكتر من واحدة يبدأ النساء بيحسدوا كل واحدة فيهم على زوجها. ومن هذا النوع أيضا تحاسد الأخوة في التزاحم على نيل منزلة قلب الأب. ومن ضمن أسباب الحسد حب الرياسة وطلب الجاه، إنه يكون منفرد عديم النظير غير مشارك في المنزلة، بيبدأ يزعله وجود مناظر أو مشارك ليه في نفس المنزلة. وليس السبب في هذا عداوة أو تعزز أو تكبر على المحسود، ولا حتى خوف من فوات المقصود، إلا محض الرياسة، لأن أنا بس عايز أكون منفرد. ومن ضمن أسباب الحسد خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث هن أصل كل خطيئة، فاتقوهن واحذروهن، إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على ألا يسجد لآدم، وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن يأكل من الشجرة، وإياكم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا. وكان يقول سيدنا معاوية بن أبي سفيان: كل إنسان أقدر على أن أرضيه إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. يعني أنا بمالية من ملك وخلافة أستطيع أن أنا أنعم وأرضي أي إنسان إلا الشخص الحاسد ده، لأنه ده مفيش حاجة تسعده إلا أن النعمة تزول عن أخوه والعياذ بالله. وكان يقول سيدنا معاوية: ليست في خلال الشر خلة أعدل من الحسد. يعني مفيش في الصفات المذمومة الوحشة صفة أعدل من الحسد. ليه؟ بيقول: فإنها تقتل الحاسد قبل المحسود. والحسد ده ثلاثة أنواع: في حسد اللي هو تمني زوال النعمة، وفي نوع تاني تمني استصحاب عدم النعمة، يعني كراهية نزول النعمة بالأخ، وفي نوع تالت بنسميه حسد الغبطة وهو جائز.
والحسد ده ثلاثة أنواع. في حسد اللي هو تمني زوال النعمة، وفي نوع تاني تمني استصحاب عدم النعمة، يعني كراهية نزول النعمة بالأخ. وفي نوع تالت بنسميه حسد الغبطة، وهو جائز. يعني إيه غبطة؟ يعني أتمنى أن يكون عندي مثل ما لأخي دون أن تزول عنه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ممكن الحسد يجعل الإنسان يتمنى الكفر في حق أخيه، وحتى الإنسان اللي ظلمني وسبني لا يجوز شرعا يا جماعة إن أنا أستثقل وقوع النعمة عليه، وقوع النعمة لي من ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده في اعتراض على الخالق. استثقال النفس النعمة على العدو فيه ظلم للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بلاش يكون فيه هناك منافسة ممقوتة. ثم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ثم أشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعلاج الحسد يا جماعة إنما يكون أولا بالرضا بالقدر. عارفين المسلم الحقيقي هو من طهر قلبه من تلك الأمراض، ويبدأ يسعى في علاج نفسه إن أصيبت بالحسد. ويمكن إن الإنسان يتخلص من هذه الفتنة والعياذ بالله بعدة أمور. أولها إن هو يحب جميع الناس، يحسن التآخي معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن ضمن الأدوية للحسد القناعة، الرضا، إن الواحد فينا يرضى بما قسمه الله له عز وجل. تبدأ النفس مع الرضا لا تتمنى زوال النعمة عن أي إنسان، والواحد فينا لا يتشوف لما في أيدي الناس. النبي كان يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحاسد دائما فقير النفس حتى لو كان يظهر قدام الناس إن هو غني. والرضا يبعث في النفس راحة وطمأنينة، وهو من أسباب الفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وأقنعه الله بما آتى. هو ده فعلا الفالح. والحسد في الحقيقة فتنة مضرة بالإنسان في دينه وفي دنياه، بتحمل على التباغض بينه وبين الناس وبين اللي بيحسده، وكمان مضر في الدين أشد الضرر. ممكن الإنسان يخسر الدين، كما يروى عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. يعني بدأ يظهر إليكم نفس المرض اللي كان في الأمم السابقة. يقول النبي: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده، شوفوا هذا الحديث، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك كله؟ أفشوا السلام بينكم. وربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين الأوائل من إن الحسد قد يأتيهم من كل جانب. أهل الجهل في عصرهم ممن كانوا يتلون الكتاب ويعلمونه صدقا وحقيقة، لكن الحسد صرفهم عن الإيمان. ربنا بيقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ومن الحكايات التي تحكى في هذا المقام إن من أراد السوء والغواية بأخيه المسلم فإنه هيأتي عليه الوقت الذي يندم على ذلك. أيها الإخوة الكرام، القلب الذي لم يمسه بغض ولم يفتتن بحسد الآخرين هو قلب نقي تقي. عن سيدنا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال النبي: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نسأل الله أن تكون قلوبنا كلها نقية من الغل ومن الحسد، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بأن لا ننظر إلى ما في أيدي الآخرين، ونعوذ بالله من خذلان الحسد. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.